اولا اليوم بمناسبه حاله زميلنا سي حسن السودان على التقاعد ارتأى موظف الولايه الاقليميه لسكنه مؤسسه المدينه وقامت حفل تكريم للسي حسن السودان. هذا الاطار الكف المعروف باخلاقه الحميده والتفاني في العمل ديالو تقريبا دوز في هذه المديريه هذه تقريبا 34 سنه من المسار العمل ديالو. هذه المناسبه كانت فرصه لاشاده من طرف الزملاء ديالو والاصدقاء ديالو بالخصال ديالو وعلى مجموع ما قدمه لصالح الاداره. والسيد راه معروف في المدينه وفي الاقليم بالسمعه الحسنه ديالو التفاني ديالو بحسن المعامله ديالو مع المرتفقين وما كيستحقش الا انه في اطار الاعتراف بهذا الجهود اللي بدا في المسار ديالو انه نديروا ليه هذا الحفل المتواضع اللي غيبقى ذكرى وغيبقى كذلك واحد بحال قلت واحد شويه ديال الاعتبار للسي حسن السندان اللي كيستحق اكثر من هذا التكريم واللي ان شاء الله نتمناو انه تجي مناسبه اللي غادي يكون تكريم كبير في مستوى اكثر لانه يستحق. شكرا.